السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين حافظ الدراجي وين تكلم وهو حزين، يعني وين قال لهم أنا حزين ولن أتراجع عن تعليقاتي في أي مواجهة تونس أو مصر أو المغرب، سوف أبقى وانا وقال لهم انا وين قال انا جزائري لم اتعلم العبوديه في صغري. يا لازم تعرفوا تونس ولا مصر ولا المغرب ولا، يعني هذا معلق، هذا راه خدام على روحه، المهنه تاعو التعليق، يعني كي ولا يهدر يعني لازم يدخل بزاف صوالح، يدخل بزاف كيما تاع التوان تاع مصر، يا مصطفى يا مصطفى، أو صح ضيع 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 البارتيه فماك، هذاك مصطفى تاع مصر هو ضيع بارتيه ضيعها راحت، هذيك فماك الفيراج فيراج تاع البارتيه ضاعت راحت، هاو مالكم مول، هاو باش تدسوا الخساره تاعكم تحصلوا في 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 الاخر في كيسموه في في دراجي. توانسة باش يدسوا الخسارة تاعهم، قال لك كيما قالنا تعيس نحن ليس تعاسى، يا ودي يا ودي خسرت مع خسرت انت مع سوريا، انت خسرت مع سوريا، انت كون طحت في جروب مليح دوزيام ماتش ما تفوت، انت كون طحت المورال تاعك كان طايح لك، كون طحت في في ايكيب مليح كون طحت في ايكيب شابة دوزيام تروازيام ماتش ما تفوت كنت إليمينا، هاو انت ضيعت دوزيام ماتش تخسر فيها حسابات، اسمع تخسر دوزيام ماتش حسابات، هم مالك وين رفض المعلق الجزائري الشهير حافظ الدراجي الصحفي في شبكة بي ان سبورت. انا مع حافظ الدراجي ظالم مظلوم، انا معاه ما نكذبش عليكم، انا معاه، تحية حافظ الدراجي انا معاه، الجزائري انا معاه، لا بغات مخسر جزائري راني معاه، هو كي هو كي قال بلي الجزائر المغرب تفوز على الجزائر عرف كيفاش يضربها، قال بلي قطر تفوز على الجزائر عرف كيفاش يضربها، يعني عرف كيفاش يضربها، حنا مكاش مكاش عارف روحو عارف روحو سيهدر، هذاك ماهو ساهل حافظ الدراجي، ماهو ساهل عارف روحو كي يهدر كي يدير تصريح عارف روحو شنو يهدر، ماهو ساهل ماهو ساهل كاع. وين 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 قال وين وين رفض المعلق الجزائري الشهير حافظ الدراجي الصحفي في شبكة بي ان سبور القطرية التراجع عن تصريحاته التي اطلقها في المواجهة التي انتصر فيها المنتخب التونسي على المنتخب المصري بهدف نظيف امس الاربعاء ضمن منافسة النصف النهائي كأس العرب 2021، وتلقى حافظ الدراجي الكثير من الانتقادات الحادة بسبب ما قاله اثناء مواجهة المنتخب التونسي ونظيره المنتخب المصري في نصف النهائي كأس العرب 2021، فيما طلبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تقديمه اعتذار عن ما بدر منه من تصريحات. يا عباد الله تعش اعتذار استهدار، تعلمتوا هذه هذه تاع الاعتذار وحقه، هذه شكون هذه 2008 هذه من 2008 ولينا نسمعوا يجب اعتذار رسمي، هذه من 2009 هذه شكون هذه مساروا نهار اللي ربحناهم في ربحناهم في ام درمان، طلقوها دخلوها في ريسان شمال افريقيا منك، ما صار لازم حاجه حاجه تقول له، يقول لك لازم اعتذار رسمي شعبا وسلطه، اهدر من بعد اهدر اهدر، الله يجعل يدير حنايا ماذا بينا قطر دينا ربعه دير زوج ولا ثلاثه معلقين ويديروا عاد الخوله، انا والله العظيم ماذا بي ماذا بيا عاد الخوله وماذا بيا حافظ الدراجي، هما اللي بيديروا تونسي يستغلوا عليه الله يسهل عليهم، حنا ماذا بينا يديروا لنا حافظ الدراجي ولا عاد وعاد الخوله، هذه هي عاد الخوله اللي ما يعرفوش يروح يتفرج 2014 أن الشعب بأن الجزائر هي التي شرفت يعني مثلت العرب في 2014، وين قال لهم نحن ولا يبكي قال لهم احنا نمثل بلدان العربية ولا يبكي، وهدر هدر هدر على ليبيا هدر على سوريا هدر على مصر
هضر على تونس، هضر على المغرب، هضر على الجزائر، هضر على كل الدول العربية. يعني كلام اللي قاله بماك عمر لا ما تعاود تسمعه، حاجة خرجت من القلب، عمك حاجة كي تخرج من القلب هذيك هي. يا حافظ الراجي يا ويسي بورفيم يا تونس ماركات كيفاه كيفاه، هو راه معلق، هو لازم يدير هذيك، يدخل هذوك صوالح وهذيك بدنا لازم يدخلها. انت كي يتبان لك تايا كي يتبان لكم خو لازم لازم يخدم كيما هاك. هو خدام سي محمد، موراه ديريكتور، موراه مدير، موراه منار، موراه الشعب يشوف فيه. هاو انتوما راكم حاسبين باير قدول، هاو انتوما راكم حاسبين مين مسلت ماركيد كيما هاكا. ايه ودي والله لا، ايه ودي انتوما شكون باغيين؟ ولا تونس ماركي تبعوها، علقوا على ارواحكم، ها علقوا على ارواحكم، هم مالكم. لكن معلق الجزائر الشهير حافظ الراجي ابى التراجع عن ما قاله في مواجهه تونس ومصر بقوله في تصريحاته: في حقيقه انا مصدوم من بعض الرواد ردود فعل التي قراتها في نهايه الشوط الاول او بعد المباراه. واضاف: لقد وصلتني ردود فعل من بعض الاشخاص، لكن هناك الكثير من المصريين تفهموا ما قلته، إلا أن هناك من يريد تبرير الهزيمة والحديث عن الخسارة والإقصاء وإمساك بما قاله حافظ في مواجهة مع أنها عادية، وتابع ما قلته جملة عادية ولا تتعلق لا بالشعب المصري ولا باللاعبين المنتخب. تحدث عن قدرة اللاعب بمسح الأرض بأي مدافع، لقد تكلمت عن قدرة مصطفى فتحي المهاري في الشوط الثاني التي بإمكانها مسح الأرض بأي مدافع. وأردف: ممكن كلمة تمسح الأرض بمصر يراها البعض على أنها عيب، لكن من ناحية اللغوية والكروية نقول نحن إن المهاجم مسح الأرض بالمدافع. ما أقصده بعيد عن الشعب أو الأمة، وأنا حزين عندما وصلتني تعليقات من ناس أعتبرهم محترمين ولا أزعل من جماهير لأنها تتحسس. ووصل: عندما تصلك تعليقات من إعلاميين ورجال عندهم مستوى فكري وثقافي يزيدون علينا وعلى بعضهم، فأعتبرها أمر مؤسف. أنا مرتاح مع نفسي ومع ضميري، ولم أقصد نهائيا في تعليقي الأذية، حتى عندما تحدثت عن تعاسة المنتخب التونسي أمام سوريا خرج علي بعض الأطراف ونسيت أداء المنتخب بلادهم ونتحدث والناس أداء منتخب بلادهم وتحدثوا عني ما قلته أنا. لم أقصد نهائيا تعاسة الشعب التونسي أو الدولة، وهذا نفس الشيء لما قلته في مباراة مصر وتونس وأعود وأكررها. يوسف مساكني بإمكانه أن يمسح الأرض بأي مدافع مهما كان وكذلك مصطفى فتحي عندما يكون بأفضل أحواله بإمكانه أن يمسح الأرض بأي كان. وهذا تعبير يعني خاص بكرة القدم ولا علاقة له لا بالشعوب ولا بالدولة. حافظ الراجي وقول واش حبيت، وقول اهدر وعاير وعري عليهم كاع. ومن بعد هذو كاع قاشيات يبغوا يسترجلوا غير الجزائر، من يشوفوا الجزائر. كنت اتمنى من الجماهير التونسيه والمصريه ان تتكلم عند خسارتها عن اداء لاعبيها، واخص هنا الاعلاميين المصريين الذين كان يجب عليهم الحديث عن سبب الهزيمات المنتخب بلادهم اما امام تونس في النصف النهائي. واختتم حافظ الراجي الحديث: انا ضميري مرتاح ومستعد الى تكرر نفس الكلام مره اخرى من دون اساءه الى اي شعب. بامكان ميسي ان يمسح الارض باي مدافع، وايضا كريستيانو، صلاح ومحرز، وساقول هذه الجمله واكررها دائما كلما اتيحت لي الفرصه، ذلك دون إشارة إلى الشعوب والدولة. ويجب أن نرتفع ونرتقي ونحترم الناس جميعا من دون مواجهة موجة الكره والحقد مثل ما نرى على مواقع التواصل الاجتماعي. على بالك هما حافظ الراجي غايرين منه، توانسة مصريين مغاربة غايرين منه، يعني عنده هنا غايرين منه، غير أحسن معلق لبدا يديها الميكرو الذهبي لبدا يديه.
يعني نبدا يدي غايرين هي غير غيره برك غير غيره غير غيره برك هذا ما كانوا ما غايرين برك على هذيك نقولوا بلي ودي ما حنا كيسموك حافظ الراجي دمر دمر اللي جات في فمك نعرفوا بلي انت يا انسان تعرف انت معلق وعندك شعبيه كبيره والناس قاعد يتبعوك التوانسه ولا مغاربه ولا يتبعوك يتفرجوا عليك يخزنوا عندهم ديك الدخله تاع المغل عندهم يقولوا دير حافظ الراجي خير دير قاع انا نقول لك قاوي قاوي ديار قاع حافظ الراجي انا روحي حافظ الراجي برك